الأعمال. نعم، أذهب بك إلى الخبر الثالث معنا عبر شرط دوت نت، وفيه دلجو مجلس السيادة دوره تشريفي. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دجلو رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام أن مجلس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية في الدولة، لافتا إلى أن دور مجلس السيادة تشريفي، وحث على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة. وقال دجلو في كلمة لحشد من السودانيين خلال افتتاح مسجد بالخرطوم بحري يوم الجمعة إن بناء المساجد من أفضل الأعمال عند الله، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي وسطي لا تشدد فيه ولا إرهاب، وحث السودانيين على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة ومساعدة الفقراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقال ليعلم الجميع أن مجلس السيادة مجلس تشريفي، وبعدما تشكل مجلس الوزراء أصبح يتحمل المسؤولية. الأمن مسؤولية مجلس السيادة، والسلام يسهمون فيه، مجلس السيادة له دور تشريفي فقط. بحسب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري سابقا وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي كانت هذه الوثيقة كانت لبنة للحكومة الانتقالية الحالية المشكلة من العنصرين، العنصر العسكري والعنصر المدني. المدني نعم. بحسب هذه الوثيقة انه دور مجلس السيادة دور تشريفي، يقوم على الإجراءات المراسمية الخاصة بالدولة وإصدار المراسيم الدستورية والخاصة بالتعيينات في الوظائف العليا في الدولة وغيرها، وبالإضافة إلى الدور الثاني للقطاع الخاص بحفظ الأمن وغيره. هذا هو الدور الذي رسمته الوثيقة الدستورية للمكون العسكري في مجلس السيادة، وهو مكون الآن رئيسي ومكون وهو شريك أساسي في السلطة في السلطة الانتقالية، وهذا لا ينفي دوره إطلاقا ولا ينفي عنه المسؤولية، لأنه هو شريك أساسي بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس العسكري سابقا زي ما قلت وقوة إعلان الحرية والتغيير. الجبهة الثورية، السلام النهائي يمكن تحقيقه قبل 15 فبراير. قال رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس إن التوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في المفاوضات الجارية في جوبا ينهي حالة الحرب ممكن قبل 15 فبراير المقبل، مؤكدا التزام الجبهة بالإطار الزمني للتفاوض بمنبر جوبا. وقال إدريس من مقر إقامته في جوبا بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء سونا يوم أمس الجمعة: نحن ملتزمون بالإطار الزمني الذي وضعناه بعد تمديد إعلان جوبا، وبالتالي يمكن أن نتوصل إلى اتفاق سلام قبل 15 فبراير 2020. وشدد على أن الاتفاق المرتقب سينهي حالة الحرب، ومن ثم البدء في معالجة قضايا اللجوء والنزوح والترتيبات الجادة في كيفية تقوية مؤسسات الحكومة الانتقالية وتهيئة الناس للدخول في مرحلة الإعداد للمؤتمر الدستوري والإعداد للانتخابات. ولفت إلى أن هناك قضايا أخرى متعلقة بالحريات وقضايا متعلقة باستقلال الدين في السياسة أو غيرها مما يسمى بعلاقة الدين بالدولة، وهي قضايا قومية. وقال إنهم يحاولون من خلال منبر جوبا معالجتها، والمتبقي منها يمكن أن يتم تحويله إلى المؤتمر الدستوري. الجبهة الثورية ترى أن السلام النهائي يمكن أن يتحقق قبل 15 فبراير بعد إعلان جوبا يعني، ويؤكد التزام الجبهة بالإطار الزمني للتفاوض بمنبر جوبا. هذا الإطار الزمني الذي يعني يطول كل فترة نشهد تأجيلات لسبب أو آخر. الجبهة الثورية هي تحالف رئيسي وتحالف مهم جدا في مفاوضات السلام الجارية في جوبا حاليا، وهي تحالف يحوز على أكثرية في المسارات المطروحة الآن في مفاوضات السلام، سواء مسار الشمال أو مسار الوسط أو مسار دارفور، بالإضافة إلى جزء من مسار المنطقتين، وهذه هي المسارات التي بالإضافة إلى مسار الشرق كله، وهذه هي المسارات التي يجري فيها الآن التفاوض. هناك تقدم كبير زي ما قلت في مسار الوسط، وتم التوقيع على اتفاق إطاري، ومتوقع أن يتم اليوم بالتحديد على توقيع اتفاق إطاري
في مسار دارفور، بالإضافة إلى إلى اتفاق إطاري يتبع اتفاق إطاري في مسار الشمال، يتبقى فقط مساري الشرق، وهذا معروف أنه تم تأجيل التفاوض حوله لمدة أسبوعين، تبقت منها أقل تقريبا من لمدة 3 أسابيع، تبقت منها أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى التأجيل الذي طال المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال لجناح عبد العزيز الحلول لمدة 14 يوم. إذن التقدم الآن في المسار سيتم في مسار دارفور، وسيكون هناك وسيكون هذا المسار قريب جدا من التوقيع إلى اتفاق إلى الوصول إلى اتفاقية سلام نهائي، لأنه بتوقيع الاتفاق الإطاري سيكون في مسار دارفور بالتحديد، وهو مسار مهم ويشمل حركات مهمة جدا لعملية السلام. سيكون تبقى فقط الإجراءات الخاصة بالمفاوضات الأمنية والمفاوضات الأخرى المتعلقة بالنازحين، وجود القوات على الأرض واندماجها في القوات المسلحة وغيرها، بالإضافة إلى عملية السلطة واندماج قيادات هذا المسار في السلطة الانتقالية. نعم.